السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد من عند زايمان. جيت نصور لكم شويه البيجمات ديال الشتاء قطيطنين اللي حاطين دابا في زايمان. هانتوما كي كتشوفوا لي شوميز دو نوي والرحله، الصراحه عندهم اثمنه زوينه وقطن غزال. هانتوما كتشوفوا هذه فيها حتى الزيتي، فيها حتى هذا المنمر بالزيتي، وهنايا كاين هاد الشكل هكا ديال لي مامي حتى هما بالشكيلات وقطين غزال. هنا هادشي ملابس الداخليه اللي مهتم، وغادي نرجع نشارك معكم ان شاء الله البنوارات حتى هما. شوفوا البنوارات كي دايرين غزالين وسخيخنين البنات. 12 أورو 99 فيهم ثلاثه ديال الالوان. ثم كي كتشوفوا هنايا هادو بيجمات ديال النعاس حتى هما زوينين ب 8 أورو 99 غزالين. شوفوا الشكل الاخر اللي فيها وطويلين حتى لتحت البنات، والاثمنه غزاله. هنايا حاطين لي شوسون ديال الدار باللوينات الزيتي الكاميل النواغ كي كتشوفوا. وهنايا عاوتاني كاينين بيجامات زويونين على هاد الموديلات اللي كتشوفوا في التصاور، 12 أورو 99. كاينه هذه ديال الموبرا 12 أورو حتى هي. كي كتشوفوا شكيلات غزالين في البيجامات، هاد الخضيض راه حتى هي زوينه. هنا عاوتاني هادو ديال 9 أورو و100 درهم 10 أورو. كما كتشوفوا الأشكال زويونين البيجمات عندهم، الخضيضر عاوتاني كي دايرة 9 أورو البنات. هنايا الملابس الداخلية نتوما كي كتشوفوا هاد لي شورتي دايرين 5 أورو، ولو او ديالهم حتى هو داير ب 5 أورو لونسومبل. وخلاص هنا ما نقول لكمش على الحويجات القطن، عندهم صبن ورد صبن ورد، راه ما تقدروش تعرفوا القطن ديالهم شحال غزال. هانتوما هادو جوج ب 4 أورو 3 أورو 99. هنايا كاينين هادو في 5 ديال البياسات ب 8 أورو وقطن غزال باللوينات. المهم انتما كي كتشوفوا هادو ب 3 أورو 99 بالدونتيل اللي بغا يتفركس. وخلاص غنشارك معاكم الملابس الداخليه ديالهم. شوفوا عندهم حويجات غزالين، داكشي غزال الصراحة. وعندهم اخوتي حتى الرخا، عندهم حتى الرخا. الناس اللي كتمشي لزايمان ما تعكزوش على السليبات القطان الصوفيط مات وداكشي ديالهم، راه غزالين صبن ورد. فريمون صبن ورد عندهم. وهنايا خلاص عاوتاني فوالا هادو اوني. وكاينين هاد لي كان حتى هما زوينين، عمرني ما جربتهم باش ما نقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دايرين ب 5 أورو 99 هادو دوك الشورطات اللي كيدخلوا الكرش، هادو ما مجرباهمش يعني ما نقدرش نقول شي حاجه اللي ما كنعرفش. 7 أورو هادو دوك لي غوب اللي كيتلبسو من تحت، الناس اللي عندهم شويه وافين يعني عندهم الكرش ولا الجناب، هادو راه تاهما 6 أورو 99 نقولو 7 أورو كيجمعو. ايوا المهم حتى لهنا بغيت نشارك معكم واحد الدويره خفيفه ظريفه وتشوفوا شويه لي برودوي ديال زايمان. خليت لكم راه طلع حبايبي فيديو يعني خفيف ظريف غير باش
نعرفكم على لي برودوي ديال زيمان، ما تعكزوش عليهم راه حتى هما زويونين وحف متناول الجميع. يلا غرو بيزو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مهم البنات، هنايا من مور ما رجعت بغيت نشارك معكم الحويجات اللي شريت من زيمان. انتما خديت الميتان هذا البيجاما، انتما كي كتشوفوا على شكل الصوره، هذه ب 7.99 قولوا 8 اورو. بيجما بحال هذه دو بياس، والتوب ديالها قطونه كيقولوا له قطونه. وهنا هذه بيجما اسماعيل ديال القطن، انتما كي كتشوفوا على هذا الشكل، حتى هذه ب 7.99 جات فهاد الشكل زويون. عجبني هذا اللون كامل مع اسماعيل البيض، غيجي معاه. هنايا هادو سليبات كيبيعهم 3 بياس ب 1.99 حتى هما قطين. وهذا خديته لميسان، لقيتهم ثمن زويون 2.99 بول هكا بالكمام البنات، يعني عادي في هاد البرد يسخنها من تحت كاتمات. كولونات عندهم، الكولونات زوينين حتى هما بحال داك الشكل ديال بريمارك، خديت لها كولون كحل نتوما كي كتشوفوا، حتى هو ب 2.99 صراحه باش يعجبوني. عندهم القطن زيمان، عندهم القطن هادشي باش كتعجبني. وهنا خديت الميسان هاد الكابيشون نتوما كي كتشوفوا في الكري، الكميمات على هكا، وما غاليش البنات 8.99 وسخيخ. نشوفو كي داير. المهم هادو هما الحويجات اللي صادفت في زيمان وجبتهم لهم بصحتهم. وحتى لهنا حبايبي غنقول لكم خليت لكم راحه الله، تبقاو على خير حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. جو فوز امبراس، كرو بيزو.